خلال برنامج حوار على الطريق. كان النهارده طريقنا جميل جدا جدا، وسافرنا الاردن مع بنت الاردن الشاعره المبدعه الجميله استاذه صباح. وفي نهايه لقائنا بتقولي ايه للمهرجان الدولي للشعر العربي، وبتقولي ايه لمصر، وبتقولي ايه للاردن؟ عايزين كلمه سريعه لكل بلد بتحبيها. اولا احيي كل الدول العربيه، واحنا وطن واحد وشعب واحد، وبتمنى من كل قلبي انه ما يكونش في تأشيرات لأي بلد عربي، ونضلنا متحدين، والشعر والإحساس بلمنا صح. ولكن انا كل ما بتمنى في مصر ام الدنيا نكون ايد واحدة بإذن الله. كل العرب بإذن الله، واحنا ايد واحدة حتى من خلال المهرجان، يعني في الجانب الثقافي، نعم، في الجانب الاجتماعي، في الجانب، في كل جانب احنا ايد واحدة، وهنفضل دايما ايد واحدة رغم انف اي افعى. فاحنا بنحب بعض، واشقائنا العرب كلهم، والدول كلها دولة واحدة ان شاء الله. هذا اشي اكيد، دائما قلوبنا والحتة اللي على رأيكم يعني بقولوها، القلب الطيب، القلب دائما الطيب. القلب الطيب دائما، والعرب دائما طيبين طبعا، ودائما وفيين لبلادهم. وياريت نسمع من الاستاذ خالد، احنا نسمع كلمه بقى. طبعا ده اكيد كلمه استاذ خالد عبد الغفار. ايوه انا خالد عبد الغفار. خالد، احنا دلوقتي بننهي لقائنا في برنامج حوار على الطريق، وطبعا كان طريقنا مليان بالشعر ومليان بالفن مع اجمل مطرب الاوبرا الجميل خالد عبد الغفار. هتقول ايه في نهايه لقائنا؟ اولا انا سعيد بوجود صديقتي الاستاذ صباح الشاعره الجميله الاردن، ودايما بنلتقي في المناسبات الحلوه، دايما دايما ننتقي على خير في المناسبات الحلوه. طب نعمل لها كل يوم مهرجان بقى عشان تيجي، ونشوفها دايما كده معانا في مصر. الحمد لله انا سعيد بيها جدا النهارده. انا هقول كلمه صغيره. اتفضلي. الكلمه الصغيره، اترحم على روح صديقنا الغالي انا وخالد عبد الغفار لطفي محمد رحمه الله يا رب رحمه الله. الله يرحمه، هو اللي عرفني بالاستاذ عزة. هو ذكراه جميلة انه ساب الحب حتى بعد ما ماتوا في حياته، وبعد ما ماتوا ترك معاكم الحب والذكرى الجميلة. ايوه صحيح، الله يرحمه. ونتمنى باذن الله اكثر من لقاء مع المبدعه الشاعره الاردنيه صباح، ومع المطرب الجميل مطرب الاوبرا، واللي مشرف مصر طبعا، وشرفنا كلنا خالد عبد الغفار. وان شاء الله هنطلع وطني الاكبر. هيقول وطني الاكبر خالد. طب قول اختم بقى حاجه عاطفيه. تقول حاجه انت حر، انا بس طب حاجه عاطفيه عشان الساده المشاهدين بقى يستمتعوا، بالذات ان احنا شعب بنحب الرومانسي والعاطفي. ايوه طبعا. ايوه، بما ان احنا كنا عند عبد الحليم من شويه، عند تمثال عبد الحليم. أيوة. كيف قلبه ترتضي طعنة الغدر في خشوع وتداري جحودها في رداء من الدموع. لست قلبي وإنما خنجر أنت في الضلوع، خنجر أنت في الضلوع. الله، واحنا بنحييك لان انت بتعيد زمن الفن القديم، سواء الفنان عبد الحليم حافظ وطبعا محبينه كتير جدا، انت بتكمل مسيرته، وزمن عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب. فاحنا بنشكرك قوي على الغناء الهداف، الغناء الجميل اللي بيقدم رساله وبيخلينا نعيش زمن كل الناس افتقدته، لكن بيك وبجميع المطربين اللي بيقدروا الفن ده، باذن الله هنرجع الفن ده. وفي نهايه لقائنا بنشكر استاذ خالد عبد الغفار. اشكرك واشكر كل مشكورين النهارده، يا رب كنا ضيوف خفاف على قلوبهم يعني. طبعا خفاف وجمال ومبدعين وكل شيء. ونشكر الشاعره الاردنيه الفلسطينيه الاسكندرانيه الشاعره صباح. حبيبه قلبي استاذه حنان، شكرا لكم، وشكرا لضيافتكم، وشكرا لرحب صدركم الواسع، وشكرا للاستاذ المصور المخرج ايمن. طب ايمن يظهر معانا. ايمن يا ريت تظهر معانا. كلنا بنشكر طبعا المخرج الجميل الفنان مصمم البرنامج الفنان ايمن العربي، وهيقول كلمه للاستاذه صباح بقى، وهي هتحضر باذن الله ختام المهرجان في متحف
الشاعر الجميل احمد شوقي هيكون لنا لقاء معاها وايمن يجي باذن الله. فبتقول لها ايه في نهايه لقائنا؟ طبعا بشكرها وبشكر كل العرب اللي بيتجمعوا في مصر. مصر بلد الفن طول عمرها، بلد الاستاذ خالد عبد الغفار، وبشكر الاستاذ صباح وكل ابناء الوطن العربي، لان الوطن العربي جسد واحد. وطبعا بشكر الاستاذ خالد نجم الموسيقى العربيه ونجم الاوبرا، وبقول ان مصر فيها اصوات جميله جدا، لكن المشكله ان محدش بياخد فرصته، لان احنا بقينا في زمن دلوقتي زي ما قال عادل امام في الفيلم، احنا في زمن المسخ. صح، ان فعلا الفن الحقيقي لما بنسمع اصوات جميله، المحاكاه والتسويد اصوات فن تجاره، يعني بقت الموضوع بقى ورا، ما بقاش في فن، فالفن الجميل بيتراجع ورا، وبنشوف المهرجانات واللي احنا بنسمعه دلوقتي طبعا بأثر على سلوك المجتمع كله. فاحنا بنحيي الاستاذ خالد وبنحيي كل واحد بيحافظ على فن جميل محترم وبيقدم فن محترم للناس. طبعا الناس بترفع له التحيه والطباعة. اولهم انا وبرحب بيكم ومنورين مصر، برحب بكلكم من خلال برنامجنا. وصلنا العديد من الرسائل، رساله الوحده العربيه، رساله الحب الانساني بين كل البلاد العربيه واشقائنا العرب، رساله الفنيه الهدافه ان انت تغني صح، مش عايزين الاغاني بتاعت سوري التكاتك والميكروباصات وكده، لا عايزين فن هادف، عايزين فن هادف فناء زي ما الاستاذ خالد عبد الغفار الجميل غنى لزمن الفن القديم، عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب. وفي نهايه لقائنا الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، نشكر الساده الضيوف جميعا. كانت معكم حنان الشامي في برنامج حوار على الطريق، اخراج وتصميم الفنان ايمن العربي. شكرا.